شباب طارق ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحه وسعاده وسلام. تعالوا نكمل موضوعاتنا في الباي وان شاء الله عن شابتر 5 والشابتر الاخير لينا ان شاء الله في تانية ثانوي والترم الثاني كمان. ده اسمه سنسيتيفيتي او ريتابيليتي، الاحساس في الكائنات الحيه. هل الكائنات الحيه بتحس؟ ومقصودش في الاحساس هنا ان احنا بنتكلم عن المشاعر والعواطف، الكلام ده يدرس في علم النفس، لكن الاحساس هنا الحس بالبروده، الشبع، العطش، الجوع، الالم، البروده، دي السنسيشنز او الحواس بتاعه الكائن الحي اللي بيحس بيها، سواء بقى كان تعبان، قرد، فار، صرصار، بكتيريا، اي كائن حي عنده نوع من السنسيشن بالنسبه له. تعالوا كده بسرعه نتكلم عن السنسيتيفيتي امبلانت ان شاء الله، ونشوف ازاي الكائنات الحيه زي النبات ممكن يكون عنده احساس، وتعالوا نتفرج وهتستمتعوا ان شاء الله في الحلقه دي. يلا بسرعه. شباب ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحه وسلام وسعاده وهنا. هنكمل موضوعاتنا. اول موضوع بالنسبه لنا في حلقات الاونلاين تانية ثانوي هنتكلم على السنسيتيفيتي. افكركم احنا كنا بنعمل ايه والمنهج كان بيتكلم عن ايه. المنهج بريفلي كده كان بيتكلم عن what is the difference between a living organism and a non-living organism، يعني ايه الفروقات ما بين الكائن الحي والكائن غير الحي. فالحكايه ابتدت معانا من الترم الاولاني، انه خدنا اول ثلاثه كاركتر في الكائن الحي اللي هو عباره عن النيوتريشن بمعنى التغذيه. اي كائن حي لازم يكون بياكل، انيمال، بلانت، هيومن، بكتيريا، ايفن حتى فانجاي او فطريات، كل دول لازم يكونوا بياكلوا. بعد كده النيوتريشن يودي الى الجروث، النمو. وبعد كده اتكلمنا عن شابتر 2 بيحكي عن الترانسبورتيشن او عن النقل، سواء كان في البلانت خدنا حاجه اسمها زايلم اوف فلويم، او حتى الهيومن والانيمال خدنا البلاد والليمف. بعد كده اتكلمنا على الريسبيريشن في الهيومن، فخدنا او الانيمال طبعا خدنا فيها اللونج، واتكلمنا عن الريسبيريشن اللي بيحصل في البلانت عن طريق الميتوكوندريا، وفي الانيمال برضه عن طريق الميتوكوندريا. ده كان عن الترم الاول. الترم الثاني اتكلم عن الاكسكيوشن، اتكلمنا عنه باستفاضه شديده جدا قبل ما تنقطع الدراسه او قبل ما الدراسه تتعلق. والنهارده هنتكلم عن السنسيتيفيتي او السنسيشن، ودي رمز حتى الحواس الخمسه جنبين هنا. طبعا الفيجر ده مش علينا اطلاقا، هو بس فيجر كده اسمه ميرس جرين كان بي او ميس جرين كان بيوضح الصفات او الكاركترز اللي بتفرق بين كائن الحي وكائن غير الحي. ام موفمنت، ار ريسبيريشن، اس سنسيتيفيتي، دي جروث، ار ريبرودكشن، اي اكسكريشن، ان نيوتريشن. نبتدي على طول بقى في موضوعنا. شابتر 5 بيحكي عن سنسيتيفيتي ان ليفينج اورجانيزم. يعني ايه سنسيتيفيتي ان ليفينج اورجانيزم؟ معناها الاحساس في الكائنات الحيه. لا، عايزين نحط ديفينيشن واضح صريح للموقف. سنسيتيفيتي هو response، استجابة of living organism to the internal and external stimuli، يعني استجابة الكائن الحي للمؤثرات الداخلية والخارجية، with a suitable response، باستجابة مناسبة to maintain its life. يبقى sensitivity الإحساس هو عبارة عن استجابة لأكشن، استجابة لفعل معين أو أكشن معين. طب الأكشن معين ده ممكن يكون إيه؟ اللي احنا سميناه دلوقتي stimuli. بصوا كده، ايه هي الاستيمولاي عموما؟ تعالوا كده اتفرجوا معايا ايه هي الاستيمولاي. استيمولاي حاجه من اتنين، يا اما بتكون اكسترنال، يعني اكسترنال يعني خارجيه، يعني استيمولاي اكسترنال او اكسترنال استيمولاي، مؤثرات خارجيه. مؤثرات خارجيه زي الضوء، الحراره، البروده، السمع، التاتش، اللمس، كل دي بسميها مؤثرات من السراوندنج، يعني مؤثرات خارجية. لكن في المقابل برضو عندنا internal stimuli او مؤثرات داخلية. المؤثرات الداخلية اللي هي عبارة عن ايه طبعا؟ الالم، الجوع، الشبع، العطش. طيب عايز اوضح معلومة تانية مهمة قوي، انه sensitivity in plants is less obvious، مش واضحة قوي، وده هنتكلم عنه. لكن السنسيتيفيتي طبعا او الاحساس
in animals الحيوانات على سبيل المثال لا that is more obvious يعني أوضح شوي. طيب آخر نوع بقى sensitivity in human الإنسان لا ده متقدم جدا reaches the highest efficiency and accuracy يعني قمة الكفاءة وقمة التقدم والدقة. هنتكلم طبعا بعد كده على طول عن السنسيتيفيتي في البلانت وهنتكلم عن السنسيتيفيتي في الهيومن لكن خلونا نبتدي الاول بالسنسيتيفيتي ان بلانتس. السنسيتيفيتي او الاحساس في النبات هنتكلم عن جزئيتين، هل النبات بيحس؟ انا اول مره اخد بالي ان النبات ممكن يكون بيحس، ويحس دي زي ما اتفقنا معناها ان هو هيعمل استجابه معينه نتيجه احساسه او كرد فعل معاكس او كرد فعل دفاعي او كرد فعل بشكل ما علشان اكشن وصله، زي ما بنقولها بوضع بشكل طبيعي جدا اكشن قدامها ري اكشن، فعل قدامه رد فعل، اكشن قدامه ريسبونس قدامه استجابه. هل النبات ممكن يكون بيحس؟ دي حاجه غريبه. طيب ولو بيحس عايز اشوف زي ايه كده. فاول حاجه نتكلم عن ريسبونس تو تاتش اند داركنس يعني الاستجابه لايه وايه؟ للبروده واسف للظلام واللمس. والتاني حاجه تروبيزم، تروبيزم معناه انحناء. بصوا كده الصوره دي شايفين ايه؟ واحده مكسوفه وخجلانه مش كده؟ بالظبط كده. ده عباره عن ايه؟ ده نبات اسمه ميموسا بلانت. ميموسا بلانت هو نبات الست المستحيه او نبات المستحيه كما يقال عليه. ده نبات لو لمسناه بيقفل في اوراقه كانه اتكسف يعني. ده عن السنسيتيفيتي في البلانتس زي الميموسا بلانت فور اكزامبل. طبعا مش عايز اقول ان كل نبات بيعمل كده، لا دي كاركتر رصدناها حاجه سبيسيفيك وحاجه مخصوصه كده لنبات الميموسا بلانت. طيب بالنسبه للتروبيزم بقى او الانحناء، بصوا كده شايفين ايه؟ واحد متني شوي. بالظبط كده التروبيزم معناها الانحناء، معناها الانحناء. طبعا بتكلم عن انحناء في البلانتس مش الهيومن اطلاقا، مش ده المفهوم بتاعنا. تمام بس كده يبقى احنا كده شفنا الميموسا بلانت زي الست اللي فاتت، وادي الراجل اللي اسمه تروبيزم ده مثلا. تعالوا نناقش مع بعض الميموسا بلانت او السنسيتيفيتي في الميموسا. بصوا كده ايه ده؟ ده الميموسا بلانت بيفور وافتر. بصوا كده بيفور اللي حصل، الورق مفروض عادي جدا صح كده، على فكره بالمناسبه دي اسمها وريقات او ليفلتس، ليفلتس. اما هنا بصوا اللي حصل ايه لما لمسناها، ايه اللي حصل؟ الورق قفل، حصل له فولدنج، ده نتيجه التاتش او اللمس. طيب بنقول كده if you touch mimosa leaflet its petioles، petiole اللي هو عباره عن العنق، soon drops as if it has wilted. wilted يعني يدبل، يعني لو لمسنا ورقات الميموسا بيقفل كده يا جماعة في بعضه كأنه دبل. other neighboring petioles soon follow till the effect is seen in all leaflets. يعني انا لمست دول صح، بعد كده هذا التأثير بيغطي كل النبات او كل الايه، كل الورقة دي كده اسمها بالنسبة لنا ورقة. يبقى في الاول انا لمست ورقة فالليفلت دي ابتدت تقفل ومنها البيتيول، البيتيول يعني عنق، اهو ده عنق الورقه يا جماعه، ده اللي ممكن نقول عليه العنق. طيب هو النبات بيقفل كده ليه؟ هو يعني ايه اللي يضره في ان لما اجي المسه يقفل؟ يعني ايه مشكلته؟ إيه ماله؟ ايه اللي حصل؟ بصوا ده نوع من انواع رد الفعل الدفاعي عن نفسه. انت لمسته بايدك صح كده؟ مين قال ان النبات بيفهم مين اللي لمسه؟ ما يمكن يكون اللي لمسه ده واحد من الجاذرنج انيمالز او حيوانات الراعي جايه تاكل ورق النبات، فكنوع من الدفاع عن نفسه بيقفل ورقه ويتظاهر بالذبول. طيب بس كده ولا في حاجه تانية ممكن نتكلم عنها؟ احنا قلنا قبل كده انه لو حد لمسه او ايه اللي حصل كمان؟ ايوه ايه المنبه ده اللي موجود ده؟ وقت النوم بقى، وقت النوم. ايوه بالظبط كده. In a daytime يعني في وقت في الصبح، في الصبحيه كده او في وقت الشمس، the leaflets are held in a horizontal position، بتكون موجوده في وضع افقي. At night بقى بالليل، the leaflets hang downwards، بتعلق كده وتدلى and fold their upper surfaces undergoing sleep movement،
يعني في وقت الظلام النبات برضو بيدلي ورقه او بيعمل هانج داون ووردز، يعني الورق بتاعه كانه بينام كده، الليفات بتقرب من بعضها كانهم بيناموا، وبسمي دي حركه ايه النوم، حركه النوم. بالمناسبه الميموسا بلانت هيكون من اول دروسنا في ثالثه ثانوي ان شاء الله عن السبورت والموفمنت، فيا ريت نفضل الكلام ده حافظينه وفاكرينه عشان هنحتاجه ونستدعيه بعد كده ان شاء الله في ثالثه ثانوي. طيب ممكن افهم هو ايه اللي حصل؟ يعني انا محتاج نقد فني او اكسبلانيشن للي حصل، ايه اللي خلى الورق الميموسا ينام؟ بصوا ايه ده، ده عبارة عن التركيب التشريح او التركيب الخارجي، اسف، التركيب الخارجي بتاع نبات الميموسا بلانت، مانع بتاع نبات الميموسا. تعالوا كده نتكلم عن الستراكشرز بتاعه. اولا ده عبارة عن الستم، ستم اللي هو معناه ساق، ده عبارة عن primary pulvinus، primary pulvinus ترجمتها انتفاخ اولي، انتفاخ اولي. ده primary rachis، primary rachis معناها محور اولي، محور اولي. وبعد كده عندنا في نهاية الورقة، خدوا بالكم دي كده تعتبر ورقة، تخيلوا دي كلها ورقة، لان النوع ده من النبات اللي هو الميموسا بنسمي الورقة بتاعته compound وpinnate. compound يعني ورقة مركبة معقدة، غير الورق المعتاد اللي احنا بنشوفه في الشارع عادي جدا. وكل واحدة من الحاجات الخضرة دي اسمها leaflet يعني ورايقة، فبيكون عنده four secondary rachis. بصوا كده secondary rachis دي فين، اللي هو محور ثانوي ده، يبقى دي كده secondary rachis، ودي secondary rachis، ودي واحد تالت، ودي الرابع. يبقى عندنا في نهاية ال primary rachis ده four secondary rachis، تمام. secondary rachis ده اللي هو ده شايل زي ما انتم شايفين بقى عدد ومجموعة من الليفلتس زي ما انتم شايفين، وتحت كل الليفلت بص كده في زي pulvinus صغيرة او انتفاخ صغير، وده نفسه عبارة عن انتفاخ اسمه secondary pulvinus، secondary pulvinus. يبقى عندنا تلات انواع من الانتفاخات، primary pulvinus، secondary pulvinus، وتحت كل ليفلت او البيز بتاعت الليفلت في pulvinus. طبعا انا مهتم بدول لانه ليها علاقة بالتفسير بتاعنا في ازاي الورقة او ازاي نبات الميموسا عمل hang downwards او تظاهر ب انه حصل له wilting او دبل. بصوا تعالوا ناخد خمس ست مشاهد كده بالبطيء. ادي نبات الميموسا بعد ما واضح ان حد لمسه، فزي ما شايفين الاوراق مالها تداخلت في بعض وحصل لها فولدنج. ادي البولفينس اهي، ادي البيز اهي البولفينس. تعالوا كده نشوف مالها البولفينس يا جماعه، هي عباره عن جزء من النبات، يعني بلانت سيلز، خلايا نباتيه عاديه جدا. بصوا اهي، هي دي خلايا نباتيه عاديه جدا. ايه اللي انتوا شايفينه في الخلايا النباتيه دي؟ شايف ساب فاكيول مليانه ميه، اللي انا بشاور عليه بالسهم ده عباره عن ميه، ودي السيل كومبوننت العاديه، نيوكليوس بقى وميتوكوندريا وكلوروبلاست واندوبلازميك ريتيكولوم، وهناك جولجي بودي اهو. كل ده لا يعنيني، مش مهتم بيه. انا مهتم بمين؟ بالساب فاكيول اللي فيها الميه دي، لان الميه دي هي اللي كانت مسببه انتفاخ وسويلنج لشكل النبات، فتحس النبات كان منتفخ وتخين. في حالة لما حصل التاتشنج ده حصل حاجة هنفسرها في الفيجر ده. بصوا كده، الله جميل قوي هنا. بصوا بقى ايه اللي حصل، انه في مكان ما طلعت certain chemical substances او certain chemicals، بعض المركبات او المواد الكيميائية طلعت، راحت غطت ايه يا جماعة، غطت المكان اللي حصل فيه ايه التاتش، وهو دي المزلعة النبضات انتوا شايفينها دي. فعملت ايه بقى، عملت ايه المادة الكيميائية دي؟ زودت السنسيتيفيتي بتاع اللور سيرفيس زي ما انا بشاور عليه بالبريكيرسور او السهم كده، زودت السنسيتيفيتي بتاعته للووتر، فالمية دخلت منين؟ من كل ليفلت، دخلت للبيز بتاعتها، دخلت جوه البيز، وبعد كده اتجمعت كلها هنا، واتجمعت في اللي هو السكندري ريكس، والسكندري ريكس اتجمعت في البرايمري ريكس، فاصبح الورق ماله كما لو كان ما فيهوش مية، فكده يحصل له شرينكج، يحصل له shrinkage. بصوا كده، these chemicals cause the cells in the pulvini، عملت ايه في الانتفاخات دي،
الميه اللي في الازاز في البلفيناي. بصوا هنا ادي الميه اهي شكلها، انا مكبرها شويه. تعالوا الميه دي يحصل لها لوزنج، تصور كده لو هذه الميه فقدت منين، طبعا باي اوسموزس، فقدت من البلانت سيل، هيبقى شكلها عامل ازاي ويحصل لها ايه. اهي الميه، اي الميه فقدت فعلا بالفعل، فبالتالي ما فيش حاجه اسمها تيرجر بريشر، مش عليا التيرجر بريشر دي، لكن كان موجود مع الرسم انها كانت دقيقه فانا جبتها. لكن اللي حصل ان الميه وهي كانت موجوده جوه كانت عامله انتفاخ للخليه، كانت ضغطة على السير وول، فبالتالي مخليه مفتوح ومفرود. طب دلوقتي لما السير وول او البلانت سيل فقدت الميه، ايه موقف السير وول؟ هيحصل له شرينكج، هيدخل في بعضه كده ويتطبق، وهو ده الحل اللي انت شفتها في النهايه. ان انت لما شفت النبات كله كان مقفل، ده معناه انه كان فائض كميات من الميه اللي موجوده جوه السيلز، وفقدها باي اسموزس نتيجه الكيميكال سبستانسز. مش عليا معلومه الكيميكال سبستانسز دي، بس نتيجه طلعت الكيميكال سبستانسز فروم somewhere راحت لي الليفلت، ابتدت تخلي تزود من قدرتها على خروج الميه باي اسموزس، ففقدت الميه اللي جوه الخليه. وبالتالي نتفرج على شكل الخليه كده بعد ما تبقى فاقده الميه، يحصل حاجه اسمها سيركولابس. سيركولابس يعني الخليه كانها اتطبقت ودخلت في بعضها. طبعا الكولابس تعبير، ممكن اقول تعبير تاني اسمه شرينكج، يعني تقلصت كده او قلت في الحجم بتاعها. كل دي تعبيرات بتشاور على نفس الحاجه. هنا نكون احنا انتهينا وخلصنا الجزء بتاعنا. سي يو نيكست السيشن. ما تنسوش طبعا يا جماعه تعملوا القناه بتاعتنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، وكمان لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك. ثانك يو سو ماتش. وزي ما شفنا مع بعض السنسيشن او السنسيتيفيتي امبلانت، ازاي بعض النباتات ممكن بنسميه زي الميموسا بلانت او نبات الست المستحيه، لو انت لمسته او جه عليه وقت الضلمه ازاي بيقفل الورق بتاعه وكانه كده في وضع النوم او ستيبنس مود. كمان شفنا ان بعض النباتات ممكن تكون سنسيتيف لللايت فسميه فوتوتروبيزم، سنسيتيف للووتر او الهيوميديتي فسميه هايدروتروبيزم، او ايفن حتى سنسيتيف للجرافيتي فبسميه جيوتروبيزم. بعد ما خلصنا السنسيتيفيتي امبلانت ان شاء الله اتمنى تكون كل الامور كانت واضحه بالنسبه لنا، ما كانش في اي اوبستكلز او اي عوائق باذن الله ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده مع البايو باذن الله. كونوا بخير، الى اللقاء.